انت راجل؟ مبروك، انت نادر على هذا الكوكب. لعنة الله عليك، انت شايفني لابس باروكة، لابس فستان، حاط ميك اب. لا اعوذ بالله من الكده، ده انت سيد الرجاله. على عهد على دينا على ارض تلاقينا كده ميك اب وحلق، الفستان جاي في السكه انا متاكد. كل ذنبي الوحيد ان الله خلقني جميل الشكل فالقى علي الاتهامات من كل صوب. يعني دي حكمة ربنا، وربنا يعني صبرنا على ما بلانا. انا ما احط ميك اب، الميك اب الله خلقه فيني بالفطرة. الميك اب بيتخلق بالفطرة؟ ده على كده لو وشه سمح وربنا راضي عنه مركب فلتر ايمان. بلس ما امانع الرجل اللي يحط ميك اب، انا لو البس زبالة اسويها ماركة، ترى انا ريان جيلر. غرور مليون. يعني هو احنا منرضاش على الزبالة؟ اخر مرة في دليل يثبت انه الاكسسوارات خاصة للجنس معين؟ إذا في دليل تكرموا وجولية. أنا لما ألبس حلق ولا لما ألبس خاتم تغير جنسي مثلا، شل عقول هذه المريضة؟ والله أنا قلت الفستان جاي، يعني هو في حاجة اسمها تشبه بالنساء كده كده العقليات دي يعني ما. روح كمل في الزبالة يمكن تطلع معك ماركة ولا حاجة. المهم خلوا بالكم عيالكم بيتابعوا مين، خلوا بالكم من الفكر اللي بيتزرع لهم. دي عينة من مليون على السوشيال ميديا، دي حاجة بسيطة جدا تقدر تعملها على مدار اليوم، تفلتر اللي هم بيشوفوه علشان لما يلبس فستان ما تلوموش على الزبالة اللي كان بيشوفها. الماركة